في خبرنا التالي نستعرض لكم قصة رواها الدكتور خالد الزهراني استشاري جراحة التجميل ونحت القوام عن فتاة بعمر 22 سنة قامت بتغيير شكل جسمها بالكامل بعد استماعها لعبارات قاسية وفيها تنمر. هذه القصة استوقفتني لأننا منذ فترة نرى تداول أخبار عن انتحار بعض الفتيات أو حتى الشباب بسبب تعرضهم للتنمر في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره. الشيء الوحيد اللي نبغى نقوله إنه التنمر آفة يجب أن نتصدى لها كلنا. ما في شيء اسمه كمال، ما في شيء اسمه شكل سيء دائما، وهذه رسالتنا الإعلامية اللي وجب علينا أننا نرسلها للناس، أننا يجب أن نتقبل نفسنا زي ما إحنا ونحب شكلنا زي ما إحنا. اليوم المعايير التي توضع في السوشيال ميديا وفي غيره أصبحت عالية جدا بل خيالية ومثالية زيادة عن اللزوم، لدرجة أنه كل الناس يشبهوا بعض. ما أحلى اختلافنا وما أحلى تقبلنا لبعض وما أحلى أن نغرس في بناتنا الصغيرات حب شكلهم وتقبلهم لشكلهم، وإنها هي جميلة قلبا وقالبا، وإنها مميزة ومختلفة، كل واحدة مميزة بجمالها اللي ربنا أدالها هو، وهذا شيء مرة صعب. الله خلقنا في أحسن صورة. التنمر يصنع شروخ مو بس في نفوس متلقيه، التنمر يصنع شروخ في نسيجنا كمجتمع. فرسالتنا الإعلامية إننا دائما نتقبل بعض مهما كان شكلنا. ما في شخص كامل، المثالية مستحيلة، ومو لازم أصلا إننا نكون مثاليين. المهم إننا نتقبل بعض ونحمد ربنا على كل نعمة أنعمها علينا. يعني أنا هناك جانب آخر يمكن ألوم فيه أطباء التجميل أو جراحة التجميل، يمكن سؤال للدكتور خالد، طب هل أنت اللي قمت عملت هذه العمليات الكاملة لها في هذا العمر؟ أنا لا أعلم إذا كنت أنت ولا غيرك، ولكن الطبيب هناك أخلاقيات للمهنة، العمل ليس تجاري بحت. هناك أخلاقيات لما تجيك فتاة بهذا العمر الصغير تكره شكلها وتريد التغيير الكامل وتوافقها على هذا التغيير، تراها ما زالت تكره شكلها وما زالت لديها أسباب أمراض نفسية وما زالت تعاني من التنمر ولم ترضى على نفسها لأنها من الداخل مشروخة. فهذا دوركم أنتم أيضا كأطباء تجميل من ناحية هذا الموضوع. على طار التنمر